بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف الآن هذه المباراة للأخ صقر عدن، لعب ضدي قبل يومين. كانت تشكيلته مرة مزعجة، نشوف الآن كيف. هذا أيضا خصم مزعج. حقيقة تقال أنه مزعج. فرن ومدفع هاون مورتر، فيه كمية ازعاج لحتى الآن. لا تنسى بعد الوطاويط والحفار. وجانا ثقيل الطينة الرسمي الباولر، الحلو بنفس الجذاء. كان ممكن يحط الساحرة، لكنه خاف الباولر يفعص أم الساحرة فتروح عليه. الآن معركة شد وجذب بين الكبار، البولر والهيكل. أول مرة أشفق على الهيكل صراحة زي كذا. لا خصم 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 مصمم مزعج، وما هو تارك أي فرصة لصقر عدن أن يتنفس. وهنا صقر عدن حس أنه تورط، حط الهيكل، حط له هذول المدرعين. إلى الآن بيجي الغثيث الجوي، شوف كيف الخصم حركة وسخة، حط الحفار على الساحرة، جالس يضربها من ورا. فيه كمية قلق بذا الخصم، كل بطاقات وكذا خفيفة ومربكة وسريعة. خصم يلعب بخباثة، وايضا صقر عدن ايضا تشكيلة مكارة كأساس تشكيلة، يعني للأساس تشكيلة مزعجة وتسبب رعب، خاصة اذا كان هجم الهيكل العملاق، مع انه ما له فايدة هجوميا، ما صعب يوصل لأي برج، لكنه زي ما انتم شايفين ينهي كل الجيش. مفروض اني احط برج نار، مفروض احط برج نار. شوف الخصم الوصل، والله خصم غثيث، اثنين مباني وهياكل المجندين، وحط الحفار على الساحرة. خصم بكل معنى الكلمة يستخدم أسلوب لعب في قضاء، في وساخة وفي نذالة وفي لعانة. شوف كيف كان مجهز هجمة الحين المورتر، لكن وحط الطيارة بعد، لكن كويس البرق سوى شغله. الآن هذه أحسن فرصة وصل فيها الخنزير، نقدر نقول ضرب ضربات جامدة، ضرب ضربات أنهى، باقي بس الضرب النهائية. هذه الحين صدمة، الخصم عاش صدمة. هذا هو، تشكيلة صعبة جدا.
للطرفين يعني، مع ان الخصم كان اصعب لانه تشكيلته اخف. هذا صقر عدن موصل الذهبي ما شاء الله، وهذا الخصم توقع تشكيلته اخف واضح يعني، موصل الذهبي ايضا، موصل الدرع الاحمر ايضا،